بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. حياكم الله، حيا الله جمعكم الكريم. هذه الليلة المباركة إن شاء الله هي تقريبا آخر يوم في السمستر، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالضيوف. كان رأينا أحدهم في صلاة الجمعة، وهو الشيخ الآخر معنا، هناك ثالث لم نرزق به الليلة، لكن إن شاء الله نعرف بالضيف الدكتور فهد بن سعد بن إبراهيم المقرن من مواليد 1/7/1388. قديش ميلاديا؟ فهم شيء جديد؟ 68. من يريد أن يخطب له فهو 68، من مدينة الرياض. حصل على الشهادة الثانوية من ثانوية الشفا بالرياض عام 1402 هجرية بتقدير جيد جدا. حصل على شهادة بكالوريوس كلية الشريعة، ثم معين معيدا في كلية أصول الدين بالرياض، هذه الفرع من جامعة الإمام. نعم. حصل على درجة الماجستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بتقدير ممتاز، ورسالته كانت بعنوان جزء فيه امتحان السني من البدعي لأبي فرج بن عبد الواحد الشيرازي الحنبلي تحقيقا ودراسة. عين محاضرا بالقرار الإداري رقم. حصل على درجة الدكتوراه في قسم العقيدة، وكان أتوقع منهج سيد الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان البدع والرد عليها، ثم تكليف وكالة في رتبة أستاذ مساعد، ثم مشارك له عدد من المؤلفات، منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان البدع والرد عليها، جزء في امتحان السنة للبدعي تحقيق ودراسة، دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني عضو في عدد من اللجان والهيئات الشرعية. فإن شاء الله سوف يكون هناك محاضرة حسب ما أذكر أنها كيف ندخل الصحابة في حياة أبنائنا. تكون المحاضرة إن شاء الله بحدود 40-45 دقيقة تقل أو تزيد، ثم 15 دقيقة أسئلة تقل أو تزيد. بعد ذلك إن شاء الله يعني نقيم صلاة العشاء، ثم نتعرف على بعض الطلبة الذين سيغادرون إلى بلادهم جزاهم الله خير، وبعد ذلك العشاء بعد صلاة العشاء على شرف فضيلة الشيخ. حياكم الله يا شيخ. احنا بالإنجليزي بنقول the floor is yours. شو إذا في واحد في حدا بده ترجمة يا شباب؟ لا ما فيش. إذا جاء أحد مترجم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الحقيقة لما أخبرت أن اللقاء سوف يكون في رحاب هذه الجامعة والالتقاء بهذه الوجوه الطيبة، يعني رأيت أن أتكلم في موضوع يهم الشباب والفئة العمرية. فئة الشباب هي من أهم فئات المجتمع، ولا تقوم الدول ولا تبنى الحضارات إلا بسواعد شبابها، وهذه الفترة الزمنية المهمة في حياة الإنسان يعتريها أشياء كثيرة جدا، وعقبات وقواطع تقطع الإنسان وتمنعه من الاستفادة من هذه القوة والحيوية في مرحلة الشباب. فسؤال دائما يثار في ذهن كل شاب، هذا السؤال هو: أين يجد الإنسان نفسه سعيداً مطمئناً يحقق ذاته ويعرف غايته ومصيره؟ كثير من الناس وكثير من الشباب
في هذه الفئة العمرية يحب أن يجرب هذه الأمور ويعرف كيف أن يكون أو كيف يحقق السعادة. ولهذا فئة من الناس تظن أن السعادة في جمع المال، فيسعى في هذه الفئة العمرية لجمع المال. فئة تظن أن هذه السعادة لا تتحقق إلا بتحقيق مكاسب دنيوية، ومنها الزوجة الحسناء والبيت الفاخر أو الأصدقاء المحبين أو أشياء كثيرة جدا مما هو في هذه الحياة الدنيا مما يظن أن الإنسان يحقق بها السعادة. بعضهم يظن أن السعادة في تحقيق الشهرة فيبحث عن هذه الشهرة ويحقق هذه الشهرة ويسعى بكل طاقته واستفراغ وسعه في هذه الطاقة الشبابية الهائلة إلى أن يحقق هذه السعادة. ولكن الحقيقة التي ينبغي للإنسان أن يعرفها أن هذه الأمور لا توصل ولا تحقق السعادة ولا تحقق السعادة. وهذا الكلام الذي أقوله ليس هو من عندي، بل لو نظرنا في واقع المجتمع لوجدنا أن كثيرا ممن يشار إليه بالبنان أنه سعيد لم تتحقق له هذه السعادة، بل سارع في إزهاق نفسه بالانتحار في مجتمع المسلمين وفي غير مجتمعهم. تجد أن الأثرياء هم من يعانون من أمراض القلق والكآبة، وتجد بعض أن الأطباء المشهورين ربما فعلوا مثل هذه الأفاعيل، وتجد أن المشاهير وأصحاب الغنى وأصحاب الترف وأصحاب الجاه يعيشون حياة التعاسة ولا يعيشون حياة السعادة. إذن السعادة لا يمكن أن تتحقق لا بالمال ولا بالزوجة ولا بالشهرة ولا بجمع المال ولا بأي شيء من صنوف وألوان الدنيا التي نراها، لأن هذه الدنيا لا تحقق للإنسان ذاته وقيمته، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وركبه من مادتين. إذا لم نعي هذا غاية لم نعرف هذا غاية المعرفة والفهم الدقيق لهذه القضية لن نفهم حقيقة خلق الإنسان. الإنسان مركب من مادتين، أما المادة الأولى فهي مشاهدة والناس يتعاطونها وهي مادة البدن، ولهذا يسعى الأطباء لحماية البدن من الأمراض والتعرف على أسباب الأمراض ومسبباتها وهكذا ويفنون أعمارهم في ذلك. لكن المادة الثانية التي خلق منها الإنسان وهي قيمته الحقيقية مادة الروح التي استأثر الله تعالى بعلمها في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا العلم الحديث يقف عند الروح فلا يستطيع أن يتجاوزه، ولهذا هم لا يعيرون ذلك أي شيء من البحث لأنهم يعرفون أنهم عاجزون عن معرفة كن هذه الروح. فإذا عرفنا أن الإنسان مركب من مادتين مادة البدن ومادة الروح لابد أن نعرف أن السعادة لا تتحقق إلا بإشباع غذاء البدن وغذاء الروح، هذا لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان حياة مستقيمة ومتوازنة إلا بإشباع هذه المادتين أو هاتين المادتين فيتحقق له الإطمئنان والسعادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يترك للإنسان يعني هذه المادة دون غذاء، بل شرع الله سبحانه وتعالى غذاء للبدن وغذاء للروح. فالإنسان كما تعرفون حينما يجوع أو يصيبه العطس يسارع إلى ماذا؟ إلى مد بدنه بهذه المواد من الأكل والمشروب حتى يتحقق له الراحة ويتحقق له بعد ذلك الارتياح والسعادة. لكن مادة الروح أين غذاؤها وأين نجد هذا الغذاء؟ لا يمكن أن تجد هذا الغذاء إلا في عند من خلق هذا البدن وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى أجرى الأنهار وجعل البركة في هذه الأرض، وخلق الله عز وجل للناس في هذه الأرض من كل دابة وأنبت لهم النبات ليحصل لهم بماذا؟ ليحصل لهم قوام أبدانهم، لأن لا تستقيم البدن إلا بالأكل والشرب. وأما قوام أرواحهم فإن الله سبحانه وتعالى جعله من ماذا؟ من السماء. ولهذا الله عز وجل يقول عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن الوحي
به حياة الأرواح. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا، بل أرسل إليهم رسولا وأرسل إليهم رسلا وساسهم بالأنبياء من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت مهمة الأنبياء يا إخوة هي هذه القضية المهمة، تحقيق غذاء الروح. ولهذا الأنبياء، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جعلهم الله عز وجل رسلا إلى الناس ليحصل لهم قوام الأرواح حتى تستقيم الأرواح. ولهذا كان من نعمة الله سبحانه وتعالى على البشرية، من رحمة الله عز وجل البشرية، أن أرسل إليهم الدين، أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا إذا عرفت هذه الحقيقة يا عبد الله، فاعرف أنك لن تتحقق لك الطمأنينة ولا السعادة إلا بهذا، ولك في من يحيط بك ومن تراه أسوة ومعرفة أن هؤلاء الذين يظنون أن السعادة في غير تحقيق هذا التوازن العظيم لم يجدوا هذه السعادة، بل عاشوا عيش الأشقياء. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه ووضح المنهج الصحيح لقوام الأبدان والأرواح. ولهذا لو نظرنا في من عاش سعيدا لوجدنا أنه ربما يكون أتعس الناس في عرف الناس المادي من ناحية الحالة المادية، فقيرا أو معدما، ومع ذلك تجد أنه يعيش السعادة. نضرب لكم بنموذج يعني ذكر عن نفسه هذا الأمر. ذكر عن إبراهيم بن الأدهم رحمه الله تعالى أنه كان ابن أحد الملوك، فزهد في الدنيا وأعرض عنها، ثم سلك مسلك العبادة والتقشف. فكان يذكر في أشياء، يقول نحن في نعمة لأنه قد جرب الترف، ونعمة وراحة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسجون. يقول ذلك الكلام وهو لا يجد من الطعام إلا كسرة الخبز يبلها بالماء، مع ذلك يعيش سعيدا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يخبر عن نفسه فيقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هؤلاء السعداء الذين يعيشون التعب والجهد ومع ذلك هم يعيشون بالراحة والسعادة والطمأنينة، إذن لأنهم حققوا الحقيقة التوازن العظيم. ونحن في هذه البلاد نرى يعني الماديات والترف والأمورها، لكن يا أخوان هل هؤلاء تحققت لهم السعادة؟ أعظم معدلات الارتفاع، معدلات الانتحار هم موجود في هذه البلدان، وأعظم الأمراض النفسية موجودة في هذه البلدان، وأشياء كثيرة جدا يمكن أن لا تخطر ببالك من الأرقام متحققة. لماذا؟ لأنهم اعتنوا بعمار البدن ولكنهم لم يعتنوا بعمار الأرواح. ولهذا تجد أنهم يريدون هذا الطريق المستقيم فيلجؤون إلى أمور لا تمت إلى دين الله عز وجل بشيء. تجد أنهم يلجؤون إلى اليوغا، يلجؤون إلى البوذية، يلجؤون إلى الديانات الشرقية ليحققوا طمأنينة الروح، لأن هذه الديانات لا تحقق لهم في الحقيقة ما أنزله الله عز وجل على رسله، لا تحقق لهم الطمأنينة، لا تمثل المنهج الصحيح. ولهذا أيها الإخوة لا بد أن نتكلم بعد أن عرفنا هذا الداء، لا بد أن نتكلم عن كيف نصل إلى السعادة، كيف نحقق لأنفسنا الطمأنينة الراحة وإن قل ما في أيدينا، كيف السبيل إلى هذه السعادة التي يعيشها الإنسان ويعيش جنة الدنيا جنة الراحة والطمأنينة. وهل من ترياق مجرب لهذه الأمور؟ هل من أسباب لنا أن نتعاطاها؟ نقول نعم بحمد الله عز وجل أن الأسباب موجودة، يتعاطاها العبد فيحصل له الطمأنينة وتحصل له السعادة، ولا يلتفت إلى زخرف الدنيا ولا ما فيها، يعني لا تقدم عنده ولا تؤخر لأنه تحققت له الطمأنينة. أول هذه الأسباب يا أخوتي هو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. فمن آمن بالله عز وجل حقا وعمل صالحا
فإنه عند ذلك يدخل إلى باب من أبواب السعادة، لأن الله عز وجل وعد من عمل صالحا بالسعادة، ووعد الله عز وجل لا يخلف. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي حياة الطاعة، حياة الإيمان، حياة الإقبال إلى الله، الإقبال على الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة، لا يمكن أن يعرف هذه السعادة وهذا السبب إلا من جرب ما خالفه، وهو الإعراض عن الإيمان والعمل الصالح. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام نشأ لا يعرفون الجاهلية. اللي ما يعرف الجاهلية ما يعرف قيمة الإيمان والعمل الصالح، ولكن من ذاق أو أحس بألم المعاصي والإعراض عن الله عز وجل واكتوى بها يعرف قيمة الإيمان والعمل الصالح، طاعة الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء إلى الله عز وجل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والحضور إلى الصلاة والقيام إلى الصلاة وقيام الليل وذكر الله عز وجل، يعرف هذه القيمة، يعرف هذه القيمة، ويعرف أن هذا هو الغذاء الحقيقي الذي تحصل به قوة البدن والروح. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عنا أن من أعرض أن الله سبحانه وتعالى يعيشه أو يذيقه الله عز وجل لون من ألوان العذاب حتى يرجع إلى الصراط المستقيم. يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة، وإن امتلك ما امتلك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل، من أعرض عن الصلاة، من أعرض عما أوجبه الله عز وجل، أذاقه الله عز وجل معيشة الضنك، وإن امتلك ما امتلك، وإن حاز ما حاز، فإن مصيره إلى هذه المعيشة الضنكة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أيها الإخوة، لابد أن نعرف أن طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل من أسباب السعادة. فمن ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة وعاش حياة السعداء، وإن قلت ما يده من المال، وإن قل جاهه ولم يكن له جاه، وإن كان مدفوعا بالأبواب، وإن خفي على أهل الأرض فإنه لا يخفى على أهل السماء. فقد ورد في الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ملابس رثة، مدفوع بالأبواب ما يستقبل، لو أقسم على الله لأبره. عند الله سبحانه وتعالى لمنزل عظيمة لا يمكن أن، ومن هذه المنزلة أنه لو أقسم على الله لأبره، لمنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وهو عند الخلق وعند الناس لا قيمة له. كيف حاز هذا السبق وهذا الفضل؟ بإيمانه بالله عز وجل وبعمله الصالح الذي رفعه تلك المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب السعادة يا إخوتي الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فإن الإحسان إلى الخلق من أسباب السعادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان قولا وفعلا. يقول الله عز وجل: عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل مخبرا عن حال أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله. يطعمون الطعام لوجه الله، ما هو لشيء من الدنيا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما يبغون من الناس لا جزاء ولا شكور. إن لماذا يطعمون الطعام؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. عائشة رضي الله عنها كانت تبعث بالطعام وباللحم مع الخادم، فتقول: اطرق عليهم الباب ولا وأعطهم
واسمع ما بماذا يدعون لنا، فلندعو لهم وادعو لهم بمثل ما يدعون لنا، لأنها تتمثل هذه الآية. فترى أنه من طلب الجزاء أنها تنتظر من الناس أن يدعون لها بأي شيء، لا تريد جزاء في الدنيا، حتى الدعاء لا تريده جزاء، وإنما تريد ما عند الله عز وجل، مخلصة لله عز وجل، عملها لله عز وجل خالصا. فإذا الإحسان إلى الخلق وعمل عمل المعروف والإصلاح بين الناس والإحسان إليهم من أسباب تحقيق السعادة. معاملة الناس بالتي هي أحسن ومخالقتهم بالتي هي أحسن من أسباب السعادة. أما أن يكون الإنسان والعياذ بالله مسيئا إلى الخلق، لا يترك أحدا إلا وتكلم فيه وهتك عرضه ووقع فيه، أو أساء إليه بالكلام السيء، أو غضب عليه وحصل به، هذا الحقيقة من أسباب التعاسة، من أسباب الشقاء. ومن أسباب السعادة يا إخوتي في الله أن يشتغل الإنسان بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإن النفس إن تركتها بطالة وإن لم تشغلها بخير أشغلتك بالباطل، وإذا أشغلتك بالباطل حصل لك ما يضاد السعادة. فالإنسان يشتغل بما ينفعه، استعن بالله ولا تعجز، دائما الإنسان يعمل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الأعمال، من أعمال الدنيا ومن أعمال الآخرة. الإنسان يعمل العمل الدنيوي وهو يرجو به ما عند الله سبحانه وتعالى فيكون بخير إذا كانت نيته طيبة، ويعمل الأعمال الأخروية وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا يكون بطالا فارغا من العمل، لأن الفراغ، وكما قال الشاعر إن الفراغ والجدة، يعني القدرة المالية مفسدة للمرء أي مفسدة. فالإنسان إذا كان فارغا ولم يشتغل بما ينفعه يحصل له عند ذلك ما يضاد السعادة، وهي التعاسة والشقاء، وتتسلط عليه عند ذلك شياطين الإنس والجن حتى يصرفوه عن الصراط المستقيم. كذلك من أسباب السعادة يا إخوتي في الله جمع الفكر في الاهتمام بالعمل الحاضر وترك الخوف من المستقبل. يعني دائما الإنسان له مهمة وله هدف لا بد أن يستعين به ويجمع فكره على هذا الهدف. فأنتم على سبيل المثال، أنتم في هذه البلاد ربما بعضكم جاء للدراسة، فلا بد أن يكون هذا الهدف نصب عينيه. إذا لم يكن هذا الهدف ولم يجمع فكره على هذه القضية يحصل له التشتت، إما أن يشتغل بما يغاد هذا الهدف فيحصل له الانقطاع ويحصل له أسباب ومشاكل، وربما انتكس وحصل له نسأل الله السلام والعافية شرور عظيمة بسبب أنه غاب عن هذا الهدف. فأنت على سبيل المثال أتيت في هذه الجامعة أو لهذه الجامعة لهدف معين، وهو أن تحصل الشهادة وتدرس وتستفيد، لابد أن تجمع فكرك على هذا الهدف، لا تشتت نفسك. لم تأتي إلى الرياضة على سبيل المثال، ولم تأتي للسياحة، ولم تأتي لكذا وكذا، إنما أتيت لهدف، فتجمع فكرك على هذا الهدف. ولا مانع أن يعني يكون الإنسان تراويح أو للبدن راحة، لكن الهدف الأساسي لابد أن تشتغل به، فإنك إذا اشتغلت وجمعت فكرك على هذا الأمر حصل لك الخير وتحصلت لك السعادة، لأن السعادة لا يكون إلا بالإنجاز. لهذا السعيد اللي يدرس ويحقق شهادة يحس بالراحة ويحس بالسعادة. كذلك إذا لم تجمع فكرك على ما أنت به من عمل حاضر يحصل لك ماذا؟ الخوف من المستقبل، وهذا مشكلة عظيمة، ما يسمى الآن بلغة العصر المرض، أو المرض المنتشر بين الناس، وهو ما يسمى بالقلق، تخاف من المستقبل. هذا قد يقل أو يكثر عند الناس، بعضهم يسيطر عليه فيشل تفكيره وإرادته فيبقى عاجزا، وبعضهم يعني يأتي إليه بشيء قليل. الإنسان ينبغي أن يتخلص من هذا، إذا جمعت فكرك وهدفك في العمل الذي أنت فيه توفقت ولم تقلق. ولهذا على سبيل المثال أبنائنا وأخواننا اللي يدرسون الآن في الامتحان، لابد أن يكون الإنسان أثناء الدراسة يشتغل بما هو حاضر بالانتفاع بالمادة، ويبحث ويعمل، ولا يقلق من مسألة ماذا سوف يكون المدرس أو الأستاذ الفلاني أو الدكتور الفلاني ربما أخفق عنه في المادة الفلانية. هذه لا تهتم لها، أنت مطلوب منك أن تحقق هذا الهدف وأن تعمل بكل وسيلة ممكنة لتحقيق هذا الهدف، والباقي هو لله سبحانه وتعالى.
المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، فتخلص نفسك من هذه الأمور التي تقلقك. لهذا وقت الامتحانات بعض الناس يصيبهم القلق، والقلق لا داعي له، لأن القلق يقطعك عما أنت عنه. أنت مطلوب منك أن تحقق هذا الهدف، تعمل بما أتاك الله سبحانه وتعالى من قدرات تحقيق هذا الهدف، ولا تقلق، لأن القلق لن يحقق لك شيئا، بل ربما قطعك في طريق تحقيق أهدافك. كذلك من أسباب السعادة، وأنا أوصي نفسي وأوصيكم بهذا السبب العظيم، وهو التعلق بالله عز وجل والإكثار من ذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ففروا إلى الله. الفرار هو إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من ذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل، والمحافظة على الوظائف اليومية والأذكار اليومية من الأوراد الشرعية، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى من أسباب السعادة، تحقق لك الطمأنينة، تحقق لك الراحة، تحقق لك أشياء كثيرة جدا لا تحلم بها. ومن واظب على هذه الأذكار حصل له الحصن الحصين. فالإنسان دائما يكون له ورد من قرآن، من قراءة القرآن، وورد من الأذكار النبوية. فورد الصباح يبتدئ من طلوع الفجر ومن بعد صلاة الفجر، يورد الإنسان ويذكر الأوراد اليومية من قراءة الآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات ثلاث مرات، والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجودة بحمد الله في كتب الأذكار المتنوعة وبيد كل شخص، كذلك أذكار المساء. والمساء يبتدئ من بعد الزوال كما قال ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وبعضهم يرى أنه يبتدئ من بعد صلاة العصر، لكن الإنسان يعتبر أنه قد دخل في المساء إذا زالت الشمس. كل هذا وقت للذكر، الذكر وذكر الله عز وجل، المحافظة على الورد، وهذه الأوراد موجودة يقرأها الإنسان وواظب عليها، ولا مانع الإنسان يكون عنده شيء مكتوب فيذكر أذكار الصباح وأذكار أذكار المساء وأذكار النوم، حافظ على هذه الأذكار. وما بين هذه الأوقات هناك وقت الذكر العام والمطلق، أن يذكر الله عز وجل. إذا غفل يهلل لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يذكر الله عند دخوله إلى بيته، عند دخوله أي مكان، إذا نزل مكانا يستعيذ بالله عز وجل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كل هذه الأذكار موجودة. إذا نزل المطر فحياة المؤمن كلها ذكر لله عز وجل. إذا رأى ما يعجبه فليبرك عليه، كله من الذكر لله سبحانه وتعالى. ومن حافظ على هذه الأذكار حصلت له في نفسه الطمأنينة والراحة وعاش السعادة. فالذاكرون هم الأحياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح أو فيما أخرجه الإمام مسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لاحظوا الشبه، الحي والميت. ولهذا الشيطان يجري من ابن آدم يا أخوان مجرى الدم، مجرى الدم مثل الدم. الآن الشيطان يجري معك، والشيطان وسواس الخناس. متى يخلص؟ متى ينقطع؟ إذا ذكرت الله عز وجل، إذا قلت لا إله إلا الله انخلص الشيطان سبحان الله. ولهذا الإنسان إذا غضب، والغضب من الشيطان، ماذا يقول؟ يستعيذ بالله من شر شيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيذهب عنه كل هذه الآثار. لأن هذه النفس الغضبية يستغل الإنسان، ينفخ أوجاد أوداج الشخص ويحمر وجهه وعينيه ويكون بهيئة عجيبة، هذا من الشيطان يعني مركب. الشيطان يساعد هذه في طبيعة الإنسان، ولكن الشيطان يستثمرها وينفخ فيها حتى يكون الإنسان مهيئ لفعل أشياء تكون سبب له في التعاسة، نسأل الله السلامة. الإنسان إذا غاضب صار كالدمية في يد الشيطان، كالدمية في يد الشيطان يتلاعب به، كالصبي يتلاعب به الشيطان. لكن إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم انقطع ذلك. ولهذا يا أخوان، كم من مصيبة حلت على الإنسان بسبب الغضب، كم من مصيبة حلت على الإنسان بسبب الغضب، أعاذنا الله وإياكم الغضب، قطيعة رحم بسبب الغضب، طلاق بسبب الغضب، مشاجرة بسبب الغضب، قتل أعاذنا الله وإياكم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال الرجل المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما بسبب غضب، كلمة واحدة. أنا أعرف من قصص
اللي حصل لهم قتل نسأل الله السلامة والعافية، ربما كان القتل على ماذا؟ على بضعة درهمات، على 100 ريال، على 50 ريال، على كلمة تافهة حصل القتل، يقتل المسلم أخاه المسلم ويعتدي عليه، فيكون العياذ بالله رهين وسجين في هذه القضية نسأل الله السلامة والعافية. ولو أنه التفت إلى هذه القضية، قضية ذكر الله عز وجل واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لما حصل له ذلك. الإنسان دائما يتحصن بذكر الله عز وجل، حصن حصين، مثل اللي يحرز نفسه بالحصن، ما يستطيع الشيطان عليك ولا يمكن أن يتمكن منك، وأنت ذكار لله عز وجل. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، دائما الإنسان يذكر الله عز وجل فتحقق له الطمأنينة. والله عز وجل لماذا يقول في محكم كتابه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، طمأنينة القلب بذكر الله عز وجل. فالإنسان دائما يعود لسانه على ذكر الله عز وجل. كذلك يا إخوان، من أسباب السعادة أن تنظر إلى من هو دونك. ما أصاب كثيرا من الناس بالقلق وضيقة الصدر وتشتت الفكر والحسد والعياذ بالله إلا أنهم ينظرون إلى من هو فوقهم ولا ينظرون إلى من هو دونهم. هذا ترياق مجرد. أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم. لماذا؟ فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لأنك يا أخي يا عبد الله إذا كنت سوف تنظر إلى من هو فوقك فاعلم أنك سوف تكون كافرا بنعمة الله عز وجل عليك، كافر بنعمة الله عز وجل عليك. ما أنت كافر بلسان حالك وليس بلسان مقالك. قد تقول الحمد لله على النعمة ولكنها لا تقع في قلبك، لأنك تطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا مع سيارة فارهة، هذا مع زوجة حسناء، هذا زوجته أحسن من زوجتي، هذا سيارته أحسن من سيارتي، هذا شهادته علاماته درجاته أفضل من درجاتي، هذا منصبه خير من منصبي، لكنك ما تنظر إلى من هو دونك. مع أنك لو نظرت إلى من دونك الحمد لله على ما أعطاني الله عز وجل وما أولاني، عشت الراحة النفسية والطمأنينة والسعادة الحمد لله. أما الأرزاق فإن الله عز وجل يقسمها بين خلقه كيف ما يشاء سبحانه وتعالى، والإنسان لا يستعجل رزقه، والله عز وجل قد يدخر رزقك لك في ساعة معينة أو في وقت معين، فما الإنسان يستعجل هذه الأمور. فلان رزق من المال فتح الله عليه باب تجارة، صلى الله له التوفيق. ولهذا أنا أذكر في شخص كبير في السن يعني وفقه الله، يعني جلست معه وتحدثت معه فقال سبحان الله يعني أنا وجدت في نفسي راحة نفسية عظيمة. يقول ما هي؟ يقول ما جلست مع إنسان أو رأيت إنسان له نعمة إلا دعوت له وهو يسمع، دخلت على إنسان في محل فاللهم بارك له بما أعطيته، اللهم فهو يسر، يقول وأنا أسر وأخرج وأنا نفسي مطمئنة. لماذا؟ لأنه يحب الخير للناس، ولأنه فعلا حينما يقول بهذا ويدعو للناس بالخير يتخلص من صفة شنيعة، صفة الحسد. فهكذا أيها الإخوة، لو أن الناس ينظرون إلى من هو دونهم لما ازدروا نعمة الله عز وجل عليهم. كذلك ينبغي من أسباب السعادة أن يسعى الإنسان في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. ما هو السبب الذي جلب لك الهم والضيق؟ تخلص من هذا السبب، سارع بعلاجه. قد يكون الإنسان من أسباب الهم مثلا أنه مثلا على سبيل المثال عنده خصام مع شخص أو نفرة بينه وبين شخص فتسبب لها قلق. عالج نفسك، عالج القضية، اقفل الملف وأنتهي منه، تخلص منه. بينه وبين والده قطيعة، تخلص من هذا الأمر حتى يحصل لك الاستقرار، تصلح لك السعادة في العمر القصير، لا يعني تقطعه بالعداوات والمشاكل مع الناس. كذلك من أسباب السعادة أن يقوي الإنسان قلبه بالتوكل على الله عز وجل. من توكل على الله عز وجل وقاه وكفاه الله عز وجل ما أهمه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عبادة التوكل عبادة عظيمة. عبادة التوكل أن تفعل الأسباب وأن لا تتعلق بهذه الأسباب بل تتعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى.
فكل الأمور تفعلها وأنت مطمئن القلب، لأنك تعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الأسباب لا تعدو أن تكون أسباباً لا تقدم ولا تؤخر، فقلبك معلق بالله عز وجل، عند ذلك تعيش الطمأنينة والراحة، فلا تهتم، لأن الأمة كلها الناس ما ينفعونك ولا يضرونك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام: يا غلام أعلمك كلمات عظيمة من وحي النبوة، من النبي صلى الله عليه وسلم، من الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعض الناس يستعين بالخلق. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. الله أكبر، يعني هذا يقين لو وقع في قلب الإنسان، تتوقع أنه يهتم بشيء؟ ولو اجتمع على يضروك لم يضروك إلا بقلب شيء قد كتبه الله عليك. تعرف إلى الله في رواية: تعرف إلى الله في الرخاء، عبادة الرخاء يعرفك في الشدة. الله أكبر، يعني الله عز وجل ما يضيع أهل الإيمان. من تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء وكان عابدا لله عز وجل ويتعرف إلى الله عز وجل بدعائه في حال الرخاء، فإن الله يسارع بغياثه عند الشدائد. ولهذا الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الله سبحانه وتعالى. من يجيب المضطر؟ فإذا من تعرف إلى الله عز وجل، تعلق بالله عز وجل وتوكل على الله، عاش الراحة النفسية والاستقامة البدنية، وتحقق له هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء والمصائب، وهذه آخر نقطة أختم بها هذا الدرس. فالإنسان من طبيعة الإنسان أنه يتعرض للمصائب، والله والنبي صلى الله عليه والله عز وجل يقول: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. والله عز وجل يقول: من يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يصب منه. ويقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالإنسان المؤمن قد يفتن وقد يصاب، فكيف يتعامل مع المصيبة؟ المصائب في علم الله عز وجل. قد يفقد الإنسان ولد، قد يفقد والد، قد يفقد أم، قد يفقد زوجة، قد يفقد طرفا من أطرافه، قد يفقد شيئا من عافيته. فما هو واجبه عند ذلك؟ أولا يعلم أن الله قد سبحانه وتعالى قد قدر عليه هذا الشيء قبل أن يخلقه، فلا حاجة لأن يشتغل بالبكاء والعويل، فإنه لا فائدة من ذلك، لأن قدر الله نافذ بخلقه، وأن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا حينما أصاب منه. لأن الإنسان حينما يصاب، المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. شوف نعمة الإيمان، إذا كنت مؤمن حتى ضربة الماسة هذه لو تضربها بالغلط وتؤلم قدمك، اعرف أن في عدد من السيئات زال عنك. فضل الإيمان، فضل التوحيد والاستقامة على منهج الله عز وجل. فالإنسان يعلم أنه حينما يصاب أن الله يكفر بها من خطاياه، وأن الله سبحانه وتعالى ربما يرفعه منزلة لا يبلغها إلا بهذا الابتلاء. ثم يقايس بين ما أعطاه الله عز وجل وبين ما منعه أو بين ما أخذه، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. وأرواحنا وأبداننا وأولادنا وأموالنا كلها بيد الله عز وجل، وهي ملك لله عز وجل، فيأخذ منها سبحانه وتعالى ما شاء ويدع منها ما شاء، ونحن عبيده وخلقه، فلله ما أخذ ولله ما أبقى، ولا رد لقضائه. ولكن الإنسان مأمور أن لا يتمنى البلاء، بل يسأل الله العافية قبل أن يقع البلاء، يكثر من سؤال الله العافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد بعد الإيمان واليقين من سؤال الله العافية، من العافية. فليكثر الإنسان من سؤال الله العافية وهو العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا من أعظم الأذكار، من أعظم الأدعية التي ينبغي أن يذكرها الإنسان في كل
وقت وفي كل فرصة يستجاب لك فيها الدعاء أو تظن أنه من أوقات الإجابة أن تسأل ربك: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في ديني ودنياي وأهلي ومالي. إذا سلمك الله عز وجل عافاك في هذه الأمور عشت سعيدا ولم تتعرض للبلاء، وقبضك الله عز وجل سليما، لأنك لا تعرف هل تصبر على الابتلاء أو لا تصبر. ولهذا دائما تكثر من سؤال الله العافية: أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. نفتح باب الأسئلة إن شاء الله، في أي حد عنده أي سؤال نأخذ يعني ربع ساعة ثلث ساعة ما اتسع وقت الشيخ. أي سؤال؟ أني تفضل. واحد يعني ما يحس السعادة، هذا معناها أن حياته خلاص يعني ولا ندور على وين هو المسؤولين. خلنا نعيد السؤال. يسأل الأخ يقول: إذا الإنسان لم يشعر بالسعادة فهل هذا دلالة على أن عنده أو له أو فيه نقص في الدين ويبحث عنه بطريقة أخرى؟ شيخ، هو الفرق بين السعادة وبين الحزن، يعني لا يظن غال أن المؤمن سوف يعيش فرحا مسرورا، أنه لا يصاب ولا يحزن ولا يأتيه يعني الضيق، لكن المؤمن هذه الأمور حينما يصاب بها فإنها تكون مثل سحابة الصيف. سحابة الصيف فإنها تقشع سريعا لا تستمر. فالمؤمن والأنبياء أصابتهم اللأواء. نبي الله عز وجل يعقوب فقد ابنه يوسف وحزن عليه وأصابه الغم والغم والهم، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن وفي طريقه للدعوة. لكن هذه الأمور لا تكون مسيطرة على نفس الإنسان، ولا تكون إنما تكون فترات، لأن من طبيعة النفس أنها تحزن وأن الإنسان يصيبه الألواء وتصيبه الهموم. لكن المؤمن هذه الأشياء لا تؤثر في ذاته ولا يعني تصيبه بهذا الشيء الذي يسد عليه باب الأمل ويغلق عليه باب الأمل حتى لا يرى الدنيا إلا سوداء. هذا لا يكون من أهل الإيمان، وهذا من تسليط الشيطان. لكن الإنسان يحزن، طبيعي أن الإنسان يحزن، ما في يعني الواحد اللي قال مؤمن ما يحزن، لا يحزن، ولكنه ما يصيبه فإنه يكون مؤقت. أما إذا كان الإنسان والعياذ بالله يعني يحس بالضيق والضجر، فلا شك أن الإنسان لا بد أن يراجع نفسه، يقلب، يبحث عن الأمور، يتعاطى العلاج. فالعلاج قد يكون حسيا ماديا وقد يكون روحانيا، فيتعاطى. يعني نسأل الله السلامة والعافية. العين من أسباب الحزن، ضيقة الصدر من أسباب الحزن، العين، السحر، أشياء كثيرة جدا يحاول أن يتعرف على أسبابها ويتعاطى العلاج الممكن. وثم أمور أشياء كثيرة قد تكون أمراض نفسية يصيب الإنسان، يبتلي الله عز وجل بأمراض نفسية، والمؤمن إذا ابتلي بمثل هذه الأمراض فإنه يلجأ إلى الله عز وجل أن يرفع عنه الهم ويرفع عنه المرض، ويستعين بالله عز وجل بالصلاة وبقراءة القرآن حتى يخف عليه ما نزل به. أما الإنسان يقول والله السعيد يعني دائما، فالمؤمن تصيبه الألواء ويصيبه الضجر، ولكنه لا يكون حالة دائمة ومسيطرة. جزاكم الله خير. النساء إذا في أي سؤال ممكن تبعثوا لي تكست مسج أو بالورقة. في أي سؤال آخر؟ تفضل شيخ محمد. عكس السؤال يا شيخ، بالعكس، إذا كان الإنسان سعيد معنى كده أنه حاله مع الله كويس. السؤال الشيخ محمد علي، إذا كان الإنسان حاله سعيد يعني حاسس أنه سعيد في الدنيا، معنى كده إذا كان الإنسان يشعر بالسعادة، يشعر أنه سعيد، فهل هذا دليل على أن حاله مع الله مصطلح مستقيم؟ هي دليل على ذلك أنه حاله مع الله كويس.
وما هي الدلائل على ذلك؟ أنا بعيد عشان النساء شيخ. نعم. أنا أجيب على هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى استقامتك على منهج الله عز وجل وعلى أنك على الصراط المستقيم ليست ذوقا يذاق ولا شيئا في النفس يحس به، ولكنه شيء عليه الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول أنا أعيش عيش السعداء، هذا ما يمكن أن يحس ولا يمكن أن يقاس، لأن كل إنسان هو أخبر بنفسه. واضح؟ ما يمكن. قد يقول إنسان أنا أعيش سعيد وهو ما يعيش سعيد بلسانه. واضح؟ فالعبرة ليست الذوق، العبرة نقول لهذا الذي يقول أنا أعيش سعيدا وأعيش عيش السعداء، نقول بارك الله فيما أعطاك، ولكن هل أنت على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل وعلى كتاب الله وسنة رسوله؟ فإن قال نعم قلنا أبشر، هذا من عاجل بشراك. واضح؟ فإن هذا لهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال له الصدفي، كان شيخنا الليث بن سعد يقول لا تغتروا بالشيخ وإن مشى على الماء حتى تنظروه عند الأمر والنهي، يعني عند أمر الله عز وجل ونهي الله عز وجل، هل مستقيم ولا قد تكون من أحوال الشياطين هذه إنه يمشي على الماء. كمانكم الآن ربما ترون بعض يمشي على الماء، فقال انظروه عند الأمر والنهي. فقال الشافعي رحمه الله تعالى، قصر الليث رحمه الله، لا تغتروا به وإن مشي على الماء أو طار في الهواء حتى تنظروه عند الأمر والنهي. فبيان أنك على الحال المستقيم ليس ذوقا تحس به، ولكنه منهج تسلكه فترى آثاره، هذه من آثار سلوك المنهج الطيب. إذا كنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر الله وعلى أمر رسوله، فلنقول بارك الله لك فيما أعطاك. يعني اسمع هذا الدعاء، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك الغفر فيه، ما معنى اللطف يعني؟ وهل يعني يغير الدعاء القضاء؟ أولا السؤال، أنا أعيد السؤال. نعم. السؤال يسأل عن دعاء مشهور، اللهم اللهم نسألك لا نسألك رد القضاء ونسألك اللطف فيه، فما معنى كلمة اللطف في هذا الدعاء؟ نقول ثبت العرش ثم انقش، هذا مثل معروف، ولا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن هذا الدعاء المشهور فيه خلل في عقدي، لأنه لا يجوز الإنسان يقول اللهم إنا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، لأن الإنسان مطلوب أن يسأل الله أن يرد عنه قضاء السوء، لا أن يقول لا ترد القضاء، بل كما ورد في الحديث الدعاء يرد القضاء، وقضاء الله عز وجل خفي عنك، وأن تدعو الله عز وجل أن يرد الله عنك كل قضاء قد يسيء إليك. أما أن تقول لا نسألك رد القضاء فقد قصرت في الدعاء، والمطلوب أنك تدعو الله عز وجل أن يرد عنك ما قضاه الله عز وجل، لأن القضاء خفي ما تعرفه. ولهذا ذكر أهل العلم وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء كله خير. لماذا؟ لأن الإنسان إما أن الله سبحانه وتعالى يعطيه سؤلة أو يعطيه خيرا مما سأل أو يرد عنه من القضاء ما لا مثله، فهو بكل الأحوال هو مجاب. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا قالوا يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء، قال الله أكثر، يعني ما عند الله أكثر. فأنت مطلوب أنك تدعو ربك أن يرد عنك القضاء السيء وتستعيذ بالله من الشرور ومن الأمراض ومن المصائب، وهذا باب مفتوح تسأل الله، لا أن تسأله أن لا يرد هذا القضاء، بل يرد الله عنك قضاء السوء. واضح؟ هل الدعاء يغير هذا القضاء؟ الدعاء ورد في الأثر أن الدعاء والقضاء يتصارعان،
فالله سبحانه وتعالى ربما أن الله عز وجل قد قدر عليك أنه لا يكون عليك كذا، فإذا دعوت الله عز وجل بهذا الدعاء وفعلت كذا وكذا رد الله عنك هذا القضاء الذي قد قدره الله عز وجل، لأن القضاء والقدر أنواع، فثم قدر مكتوب في الأزل هذا لا يتغير ولا يتبدل، وثم قضاء يقضي الله عز وجل ويعلمه الملائكة وهو في صحفها صحف الملائكة، والله عز وجل يرد سبحانه وتعالى ما شاء عن عبده ويربط هذه الأمور بأسباب، إذا فعلها العبد تحقق له ذلك. ولهذا ورد في الحديث من أراد أن يسأ له في أثره ويطال له في عمره فليصل رحمه. تكلم أهل العلم مثل ابن رجب وغيره من أهل العلم أن هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى قدر على فلان أنه إذا وصل رحمه حصل له طول العمر، وإذا لم يصل رحمه قدر الله له كذا. أما ما في قدر الله عز وجل في الأزل هو لا يتغير ولا يتبدل، وإنما يكون هذا في صحف الملائكة. واضح؟ وهذه قضية معلومة ومعروفة. نعم. جزاك الله. في هناك سؤال من النساء وعندي ثلاث أسئلة على على الخلوي، فلو كان في المكان أن نوجز يعني. جزاك الله خيرا خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتك. سؤالي هو أن لدي طفلة في عمر السنة والنصف، كيف لي أن أربيها أو أن أنشئها من داخلها التربية السليمة الإسلامية وحب الله والرسول والصحابة؟ كيف لي إن أخطأت أن أصحح لها أخطاءها بطريقة صحيحة وشكرا؟ طبعا كل شيء له يعني فن يختص به، فهذا الفن يعني تربية الأطفال على مثل هذه المعاني هذه لها أهل التخصص، فأنا لا أدخل على أهل التخصص في هذا الأمر، ولكني أنا أقول إن مثل هذه الأمور الإنسان إنما ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فكل أمر بالنسبة للطفل يتلقفه بالعادة، فإذا عود هذا الطفل أو هذه الطفلة على المعاني الطيبة تعودها. وعلى سبيل المثال أول ما يبدأ مع الطفل الأكل باليمين وذكر الله عز وجل، التسمية، التهليل، تعليم هذه الكلمات، تحفيظ القرآن في البداية، تعليم الأذكار الصباحية وأذكار المسائية قدر ما يستطيع الطفل يعني حسب الفئة العمرية، ثم تعليمه الصلاة وتعويده عليها والحرص عليه، ربط الأمور بالله عز وجل يعني تعريف نعم الله عز وجل، مثلا الطفل يقال من الذي خلقك؟ الله عز وجل. من الذي جعلك عيني؟ الله عز وجل. وهكذا يغرس في نفس الطفل التعلق بالله عز وجل وأن هذه النعم من الله عز وجل، ثم يعود على أن يسأل الله عز وجل وأن يتعلق بالله عز وجل، ترتيب الأمور بالدعاء، يعود الطفل على أنه هو صغير ادعو ربك يا فلان، ادعو يا فلانة ربك كذا وكذا حتى تحصل كذا، فإذا تربى الطفل وهو صغير على هذا فإنه بإذن الله ينشأ هذه النشأة الصالحة. واختصارا أنا أقول لكم بس قصة حصلت في أمريكا، لما كنت أنا في مسجد ديكس في ديترويت أخبرني إمام المسجد بهذه القصة على عجالة أقولها لكم. يقول في شخص قابلناه كذا وهو يجري فكان ما يعني ما يعرف عن الإسلام شيء كذا، فلما رأى المسجد قال هذا أنا أذكره وأنا صغير، فإذا بهذا الرجل الكبير يقول كنت صغيرا وكان أبي يعني ما يعرف طبعا أن أبوه كان مسلم، وأبوه المسلم كان يأتي به إلى صلاة الجمعة بس صلاة الجمعة وعمره 4 سنوات وخمس سنوات، ثم توفي الوالد فتولته أمه فأنشأته على ديانتها، فأصبح على هذا الطريق ولا يعرف الإسلام شيء، ولكنه لما أمر وشأف المسجد وتذكر وهو صغير لاحظ أثرها فيه، ثم سبحان الله أراد التعرف على الإسلام ثم أسلم وحسن إسلامه، بس مجرد أنه غرس في فطرته وهو صغير حب المسجد والذهاب إلى المساجد، ثم هذه البذرة الصغيرة سقيت أنبتت. الله أكبر. شيخ استكمالا للموضوع، في حال بلوغ الطفل مرحلة بلوغ خاصة في دول في أمريكا وفي دول الغرب، بعض الأسر هنا تأخذ أولادها في قبل فترة البلوغ وترسل إلى بلادها،
ايش الطريقه الصحيحه يعني نظرت الحقيقه اليوم هذه مناسبه ام هناك يعني حل؟ والله انا اقول يعني حر مفتوح يتيح في هذه المرحله الحريه كامله. انا اظن امريكا يعني امريكا يعني هي البلد الوحيدة اللي فيها الخيارات متعددة، ومن الخيارات يعني التي سمعت بها في أمريكا وليست في غيرها، يعني ليست في بلدان المسلمين، يعني من ناحية حماية الشاب والشابة عن يعني عن المؤثرات، يعني التعليم عن بعد. فهنا في هذه البلاد تستطيع أن البنت والولد يتعلم عن بعد، ها، وهناك ملايين من الأمريكان على هذا الطريق، وهو يعني لم يختلط بالخلطة السيئة. فالخيارات متعددة، هو أخبر بنفسه، فليستشر يعني من يثق في دينه وعلمه، ويحرص ويستعين بشيء مهم وهو الدعاء، أن يحفظ الله الذرية والأبناء وأن يجنبهم هذه الصوارف التي تصرفهم من الصراط المستقيم. عندي أكثر من سؤال هنا. السؤال الأول، الحديث من قتل دون ماله ودمه وعرضه فهو شهيد، ما ضوابط هذا الحديث؟ فلو إنسان اعتدي عليه بالسرقة أو غيره فهل يجوز أن يقتل وإن كان هذا مسلما؟ يعني ما ضوابط هذا الحديث؟ طبعا هذا وتكملة السؤال، يعني من قتل، طب فمن قتل هل هو ماذا؟ طبعا هذا الحديث على ظاهره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل دون ماله أو عرضه فهو شهيد، هذه بشرى له، لأن الإنسان مأمور أن يدفع عن ماله وعن نفسه وعن عرضه كل ما هو مؤذي. فليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يعمد إلى القتل أو أنه يجوز في شريعة الإسلام القتل، لا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون، يعني هو يدفع هذا الذي يعتدي على ماله أو عرضه يدفعه، والدفع عند أهل العلم يسمى دفع الصائل، هذا يسمى في كتب الفقه بدفع الصائل، والصائل عليك يعني على مالك أو على ولدك أو على عرضك أو على أي شيء مما يعني هو من ملكية الإنسان، يعني يعدو عليك مثل السارق الآن يدخل عليك وهو يحمل السلاح ويريد أن يأخذ مالك، أنت مطلوب أنك تدفع عن مالك قدر ما تستطيع. قال أهل العلم أنه يدفع بالأخف ثم الأثقل، يعني ما يجوز الإنسان على سبيل المثال يكون هو ما يحمل سلاح ويأتي الشخص ومع السلاح ويريد أن يقتله مثلا، يقتله ليأخذ ماله، أنه يقتله، لا، يدفعه بالأخف ثم الأثقل، يعني إذا كنت تستطيع أنك تدفعه بحيث أنك تسقط هذا السلاح اللي من يده فهذا طيب، وإذا أنه لا يندفع شرا إلا أنك تصيبه في رجليه هذا هو مطلوب، أما أنك تقتله هذا لا يكون، قد خالفت النص وخالفت مما اتفق عليه للعلم. ولهذا هذه القضية ليست يعني هي للهواء، وإنما مضبوطة بإحكام الشريعة، وإلا لكل إنسان يقول الله أنا هذا صائل علي. ولهذا من قتل في بلاد المسلمين، لو فرض أن فلان جاء ودخل عليه في البيت وقتله، سئل لماذا قتلته؟ قال والله أنا جاني صال على مالي. طيب هل هو يحمل سلاح ولا ما يحمل سلاح؟ طيب ما يحمل سلاح ليه قتلته؟ هل ما استطعت أنك تدفع بكذا؟ حتى يتحقق أن فعلا هذا رجل ما يمكن أن يندفع إلا بالقتل، فقتلته عند ذلك دم هذا الصائل هدر. واضح؟ هذه يعني القضية محكومة ومضبوطة، ولهذا لو قتلك فأنت شهيد لأنك تدافع عن عرضك وعن مالك. واضح؟ فأنت شهيد، أنت وعدت بالشهادة، والشهادة مرتبة عظيمة تنالها لأنك دفعت عن ما أنت مأمور بالدفاع عنه. سؤال، نسمع كثيرا في الإنترنت عن عقيدة الإرجاء، عقيدة الإرجاء والمرجئة، ويقولون هذا الفلان أو هذا الشيخ من المرجئة، فما هي عقيدة الإرجاء؟ وهل لها حدود وضوابط؟ وكيف يمكن أن يوصف إنسان أن عقيدته مرجئة؟ وهل هناك أمثلة واقعية في عصرنا هذا؟ يعني اندثرت يعني هذه القضية، قضية الإرجاء، أولا يعني عقيدة المرجئة وفرقة المرجئة هم درجات ودركات، فهم ليسوا على مرتبة واحدة، وهذه يعني من التخصصات يعني الدقيقة
فإن أهل العلم يقولون المرجئة مرجئة الفقهاء، والمرجئة الغلاة، والمرجئة المتوسطة. فعموما يعني الإرجاء المذموم يعني المتفق عليه الذي يسمون أصحابهم المرجئة هم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذه فرقة من فرق المسلمين قالت بها. هؤلاء هم المرجئة باختصار، يقولون الإنسان إذا زنى أو سرق ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالله فلا يضره، فلا يضره شيء، لا يضره مع الإيمان ذنب. وهذا غلط وجناية على الإسلام والمسلمين، لأن معنى ذلك تعطيل الشريعة، وهذه فئة خبيثة، فرقة خبيثة. ولكن قضية الإرجاء وإشغال الناس بهذه القضية يعني الكلام فيها، فهذه للأسف الآن بدأوا الناس يعني بعض الناس وبعض صار تهمة يلقيها على من ليس أهلا لها. فينبغي أن يعرف أن من يسمى مرجئيا أو مرجئة من المرجئة هو الذي لا يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال ليست مطلوبة، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا هو الإرجاء بإجمال. أما تفصيلاته فأظن أن هذا يعني مما لا يعني كثيرا من الناس. سؤال هنا، هناك حديث يقول الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى وشيء آخر، وهذا كناية عن حقوق العباد في البلاد، والذي يحدث في بلاد المسلمين من أكل الحقوق واختصاص حكامها بها وما تولد عنه بعد الثورات في البلاد العربية. فهل هناك حق للمسلم في ركز أرضه أو بلاده أو ركز المسلمين؟ وهل ما يحدث في عالمنا العربي مثل سوريا ومصر وغيرها من البلاد يعد من الحق الشرعي الذي يطالب به الناس؟ مسألة الحقوق وما يتبع ذلك مما تتجاذبه أذهان الناس وأفكارهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا في مثل هذه القضايا دون توجيهات ولا إرشادات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها سوف تكون بعده أمور، وسوف يكون هناك أمور تنكر وأمور تغير وحقوق تسلب، وسوف يكون هناك استئثار من قبل فئة من الناس حكاما أو غير حكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرا، قال لذلك للأنصار فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمسألة الحقوق وكيف للإنسان أن يأخذ حقوقه هذه مضبوطة في الشريعة. لا شك أن الإسلام حافظ للإنسان مسلم حقوقه، ومع ذلك مع حفظ هذه الحقوق نظم للإنسان المسلم كيف يأخذ هذه الحقوق. فالإسلام بإجمال هذه القضية منظمة، علاقة الحاكم بالمحكوم علاقة منظمة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من تنظيمه لهذه العلاقة أخبر أنه سوف يكون أئمة حتى يغيرون في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنه سيكون فيكم أمراء يميتون الصلاة، فماذا قال؟ قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم. لماذا؟ حفاظا على وحدة الجماعة. وقال إن أدوا الذي إنه سيكون فيكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم سيكون فيكم أمراء. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فينا أمراء يسألوننا حقهم، حقهم هم الطاعة، ويمنعوننا حقنا حقوق، فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. لماذا؟ لأن الإسلام يحفظ جماعة الجماعة المسلمة، وليس معنى ذلك أن يترك الإمام كما يتصور البعض يعني دون أمر ولا نهي ويعطى حق السيادة، لا ليس بصحيح. المأمور أن ينصح وأن يوجه وأن يدل على الخير، ويؤمر الرعية بماذا؟ بالصبر. لماذا؟ لأن حماية بلاد المسلمين أمر ومصلحة عظمى،
مهما كان العدو ومهما كان الحاكم فيه من الجبروت والظلم وربما أشياء كثيرة، بقاؤه قد يكون في مصلحة عظيمة، لأنه لو حصلت له المشاقة والمنازعة لكانت هذه البلد المسلمة عرضة لماذا؟ للتقسيم والانتزاع، وربما تحقق الشر الأعظم من شر زوال هذا الحاكم، وهذا معروف ومشاهد في تاريخ الأمة القديم وتاريخ الأمة الحديث. وكل من كان له بصيرة وتجرد من الهوى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد معلم الناس الخير. هذا بإجمال فيما يتعلق بهذه القضية. نسأل سؤال أخير، طولنا عليك بس. لا ما عندي مشكلة. تعرف أنت لما يجي الشيخ أنا وقتي مفتوح، بس أنا ممكن أنا أطول عليكم. ويقع من السماء عندي زي. طيب. خذوا راحتكم، أنا مستعد لكل سؤال. جزاك الله خير. سؤال من السيدات، لماذا يغفل بعض العلماء عن واقع المسلمين؟ هل هناك أولوية؟ مسألة يعني أن علماء المسلمين يجهلون الواقع أو لا يعرفون الواقع، أنا بقول لكم قضية مهمة جدا، يعني أنا عايشتها وأذكرها يعني لكم على سبيل يعني الفائدة. أيها الإخوان، من أراد أن يكون بصيرا بالواقع عند القواعد العظيمة التي يعرف بها الواقع الذي يعيشه ويستشرف بها المستقبل، فليقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما ترك شيء إلا وبينه. يقول أبو ذر: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه خبرا. حتى الأحداث التي تحدث في الأمة النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها، فحفظ من حفظ ونسي من نسى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى رجالا في آخر الزمان بأسمائهم إلى آخر قضية، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا ودل الأمة عليه. وعلماء الوحي المستقيمين على منهج النبوة هم أبصر الناس بالواقع، بل لهم من استشراف المستقبل ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم البصيرة في هذه المعرفة. ليس الواقع يا أخوان هو ما يتداول في الأحداث السياسية والأوضاع السياسية أو التقريرات الصحفية أو ويكليكس أو ما أدري إيش، ليس هذا الواقع، لأن الواقع أمر مختلف. لأني أنا أقول لكم وأنتم أبصر بهذه البلاد، لكن أنا وأعرف لأنكم عندكم الأمور، الواقع اللي نشاهده الآن لا يمثل الحقيقة، فإن الحقيقة هي خلف الواقع اللي الآن يسمونه الناس الواقع. لا يظن ظان أنه يعرف الواقع حينما يتقلب بين القنوات الفضائية أو يطالع التقارير الصحفية، هذا بعيد كل البعد عن الواقع، فإن الواقع خفي. ولكن الإنسان المؤمن ورد في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. من تعلم الوحي وقرأ من كلام الله عز وجل وقرأ كلام أهل العلم عرف الواقع، لأن في قواعد معروفة تقرأها بكلام الله تعرفها، قواعد ما يمكن تتغير، قواعد التغيير. الناس الآن يحلمون في النهضة والتغيير والتمكين، الله عز وجل يقول قاعدة خذها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا أراد المسلمون أن يغيروا واقعهم فليغيروا واقعهم حتى يغير الله عز وجل عليهم. إذا أرادت الأمة العزة والتمكين فإن ذلك موجود في كتاب الله. يقول الله عز وجل في محكم كتابه مما أجمع عليه المسلمون القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الواقع، هذا هو أسباب النصر والتمكين. كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ موجود في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قاعدة ما يغيب عن ذهنك، تتعامل معهم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قواعد إذا عمل بها الإنسان في نفسه وعملت به الدول تحقق لها النصر والتمكين، وحصل لها. القرآن سبحان الله جاء صالح لكل زمان ومصلح لكل زمان ومكان. شكرا.
سؤال من عندي يعني سمت يعني أنت ترى أنه التغيير يجب أن يكون من القمة إلى القاع من القاع إلى القمة. التغيير، فلسفة التغيير ونظرية التغيير خدع بها كثير من المسلمين. كثير من المسلمين الآن يتصور أن التغيير لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل. لا شك أنه في بعض الأزمان وفي بعض الأوقات، وهذا نادر، قد يكون التغيير من الأعلى للأسفل، واضح؟ ولكن هذا النادر ولا حكم له. وإن كان الأعلى مطلوب أن التغيير يكون من الأعلى، ولكن قاعدة التغيير وسنة التغيير الكونية الشرعية تبدأ من ماذا؟ من الأسفل إلى الأعلى. ولهذا الناس دائما يعلقون التغيير بالأعلى، مع أن التغيير الحقيقي من سنة الله عز وجل الكونية، يعني قدرا كونا وقدرا وقضاء، والشرعية يعني السنة الشرعية كيف يكون التغيير تبدأ من القاعدة. وأنا أضرب لكم ببرهان. أولا البرهان ذكرته لكم من كلام الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وآية أخرى، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وآية ثالثة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هؤلاء من هم؟ صفوة الخلق، الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه القاعدة إذا عمل الإنسان بها حصل التغيير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسؤولية ما على الحاكم فقط، على كل إنسان، حتى المرأة في بيتها مسؤولة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم. فالإنسان إذا أراد أن يغير واقع فليبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه ثم بمن حوله يحصل التغيير. أما والله أن ننتظر المخلص كما تعتقد بعض الديانات أو بعض الفرق اللي ينتظرون المخلص الآخر محمد بن حسن العسكري حتى يأتيهم ويخرج من سرداب سامراء، هذا ليس مخالف لسنة الله عز وجل الدينية الكونية والشرعية. فإذا أرادت الأمة أن تتغير فلتتغير بنفسها، وهذا واجب ماذا؟ العلماء والدعاء والمصلحين على الرعية والرعاة، حكاما ومحكومين. إذا أردنا العزة فلنبدأ بالتغيير، مهمة التغيير شاملة كل الناس. الحاج عدنان، أستاذ عدنان هذا مربي فاضل عندنا، بعث نصيحة هامة جدا فلازم أحكيها، إذا ما حكيتهاش روح في داهية. يعني فائدة في هذه البلاد، يرسل الناس أولادهم مبكرا للمدارس الأمريكية من سن الأشهر إلى التخرج. وهناك إنسان جالس معنا الآن نصحني أن أنصح أبنائي بعدم إرساله مبكرين، بل يبقى الطفل في البيت لمدة لعمر 4 سنوات يتعلم اللغة العربية والمحادثة ويتكلم لغة العرب ويأخذ عادات والدته ووالده. وكما قلتم عن طفل بلغ السن 4 وذهب مع ابني المسجد ثم ترك المسجد ثم عاد وتاب إلى الله. فهذه النصيحة أبقوا أبلادكم في البيوت حتى الرابعة والخامسة. سمعتم عن عبد الله المديفر برنامج؟ سمعتوا شو بقول في آخر البرنامج عادة؟ وخذوا عن كذا، فأنا يعني أقلده، وخذوا عن الشيخ المقرن، التغيير يبدأ من القاعدة. جزاك الله خير. أقول هذا ليس مني وإنما أمر الله عز وجل. السلام عليكم، جزاكم الله خير. يعني خليك جاهز الشيخ مصاب، يعني ان شاء الله الاخ جزاه الله خير. يقول ان متفقين على شخص سليم جاهز. اول ما رايته قلت له احنا ما اتفقناش، يعني احنا متفقين شيخ سليم كامل جايبنا في العصا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. تعرف فوائد العصا؟ أقول لك مديفة، خذوا عن الشيخ، خذوا عن فخذوا إن هاي نكتة كانت في كثير ما فهمهاش، يعني أن التغيير يبدأ من القاعدة، والقاعدة كلمة يعني الناس بخافوا منها كثير. anyways إن شاء الله يعني نختم هذا الحفل. هناك مجموعة
من الطلاب يأتون ويذهبون. يعني أنا لي 18 سنة في هذا البلد، تعبنا من كثرة ما نستقبل أحبابا لنا نستقبلهم لا نعرفهم، فيبدأوا ويكونوا لنا إخوانا في الدين، ثم نتعارف ونتجالس ونتآكل ونتمالح ونصلي مع بعضنا صلاة العشاء حتى يصبحوا أحبابا لنا، ثم يغادروننا، يتركوننا ويغادروننا. 18 عام في هذه الحالة، يأتون ويذهبون. وسبحان الله، كطبيعة البشر هناك من يترك أثر كبير، وهناك من يترك أثر عظيم، وهناك من يترك أثر لا يكاد يمحى أو ينسى من الذاكرة. من فضل الله سبحانه وتعالى أن في هذا المسجد في السنوات الخمسة والسادسة ذهبت، أكرمها الله بكثير من حفاظ كتاب الله، فيعني يأتون يأموننا في الصلوات ويؤمون في رمضان. فهناك اثنان إمامان طالبان، أحدهما من العراق وآخر من الرياض من المكعبية السعودية، تخرجوا سيعودون إلى بلادهم غانمين سالمين ناجحين فالحين فاتحين إن شاء الله سيعودوا. فنريد أن نشكرهم الشكر الجزيل ونودعهم، ونحن هنا في المسجد يعني نريد يعني أن يأتوا هنا. أعددنا لهم هدية بسيطة يأخذوها معهم حتى يتذكرون بها، ويتذكروا الخير الذي وجدوه عندنا، ويذكروا وينشروا بين العالمين أنه لا يوجد مسجد أفضل في العالم كله بعد مكة والمدينة والأقصى مثل جامع بريدجوارت. فإن كانوا لا يعتقدون بذلك فلا يقبلوا الهدية يعني. أولهم نبدأ يعني بترتيب الأسماء يعني باللغة العربية، الشيخ أحمد، تفضل أحمد. أحمد من العراق. صوروا يا شباب، صوروا الشيخ أحمد والشيخ. خليك في المسجد. نعم. حاضر. استنى شوي. أنا أوكي. أنت معذور. لا. والله افتح. والله ارتاح. الله يسلمك. والشيخ ماجد، البقمي. هذا من عندك، راح يروح معاك إن شاء الله. فهذا أمانة معاك يا عون. ما شاء الله. تكبير. الله يبارك فيك. والله الأثر الطيب. هذا حافظ كتاب الله. الله يبارك. جزاكم الله خيرا. الله إنك تدرس. والله إن لا تفشى. وهناك إمام للمستقبل. يعني سبحان الله. يعني يأتي يصلي معنا كبار السن. يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، يعني يحضر يومين ثلاثة في صلاة العشاء ويغيب. لكن هناك طفل يحضر تقريبا السبع أيام يصلي معنا هنا صغير. أسألك بالله، من يستحق التكريم، هو أم أبوه؟ كلاهما يستحق. أبوه. بس هيك صار غالي علينا شوية، بدنا نختار واحد. شو لك في الطفل؟ والله يستاهل الطفل. فمحسن، وين محسن؟ تعال تعال. فهذا يصلي معنا تقريبا سبع أيام. سلم على الشيخ. الله يطرح فيك بركة. سلام عليكم. هذه هديتك، هذه هديتك. تعال مش خايف. هذه this is a gift for you. You have to give me a promise. Okay, the first promise that you're gonna keep coming every night here. You promise? Inshallah. Inshallah. The second promise is ما تفتحش هذه الهدية إلا في البيت. لأن لو أصحابك عرفوا شو جواها راح يقطعوك. Okay. يعني keep it close until you go home. محسن نكسو يا داد. يلا. الله يجزيكم خير. بس يعني كلمة من مشايخنا، دقيقة أو دقيقة ونصف نصيحة أو كذا. وفي طلب إنشاد من الشيخ أحمد إذا عنده إمكانية. لا نخرجكم لكن.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني إن شاء الله كلمة بسيطة. أحب يعني أشكركم جميعا على وجودكم وعلى محبتكم لنا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفخكم إلى كل ما يحبه يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجيب كرسي للمنشد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا أعيش هاي اللحظات. أتذكر موقف أنه أنا جيت للأمريكا في الشهر الخامس مايو 2011، وما انكتب لي أنه أرجع أي رجوع، يعني هذا الرجوع الأول للوطن يعني بسبب الفيزا يعني. كان الجميل أنه أنا من ودعت الأهل في العراق، ودعونا أيضا في المسجد، والحمد لله اليوم أيضا أودع الأخوان في المسجد. الله أكبر. فطلبوا من عندي الشيخ محمد مشولة، فأني أتذكر قصيدة، يعني اسم الشاعر لا أذكر اسم الشاعر، لكن هو قالها لبغداد عندما احتلت من قبل المغول، فهي تتكلم عن الغربة. راح يكون جو القصيدة يعني مناسب للمغتربين، هي على شكل موال، أنا أحفظها في جوال يعني إن شاء الله، وراح أبدأ بها إن شاء الله. فالشاعر يعني على ما أذكر أنه اسمه شمس الدين يصف بغداد عندما كان مرغم على الخروج من بغداد، يعني غير اختياري كان الخروج، فيصف بغداد والخروج منها، فحال المغتربين كثيرا اللي اختربوا في هذه البلاد. فينادي بغداد ويقول: قف في ديار الضاعنين وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام. قف في ديار الضاعنين وناديها يا دار ما فعلت بك الأيام. يا يا غائبين وفي الفؤاد لبعدهم نار لها بين الضلوع ضرام. لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام. يا ليت شعري كيف حال أحبتي، يا ليت شعري كيف حال أحبتي، وبأي أرض خيموا وأقاموا. والله ما اخترت الفراق، وإنما حكمت علي
بذلك الأيام. بارك الله فيكم. أكيد هذا مناظر الغزالي. جزاكم الله خير. الآن نصلي العشاء إن شاء الله وبعد ذلك العشاء، والشيخ موجود في أسئلة خاصة وكذا إن شاء الله. السهرة تطول بإذن الله. الله يبارك.